هل انتهت ثورة روج أفا بالنسبة للكرد؟ أصبح الربيع العربي خريفاً لشعوب منطقة الشرق الأوسط، فالربيع الذي بدأ بأمال عظيمة للكرد لا يعرف كيف سينتهي، غير أن ناقوس الخطر بات يدق لكردستان سوريا. فعند متابعة التحليلات وخرائط الطرق، سواء التي يطرحها محتل كردستان أم الكرد أنفسهم، فليس من السهل أن لا يشكك الإنسان في مصير كردستان سوريا، وخصوصا بعد التصريحات الإعلامية لمظلوم عبدي في 15 تموز، والتي زادت هذه الشكوك حيرة وريبة. وأكثر ما يلفت الانتباه في التصريح الإعلامي لقائد قسد مظلوم عبدي أنه لم يتلفظ بكلمة كرد أو كردستان خلال كلمته المطولة، كما كان يتحاشى ذكر روج أفا ويقول بدلا عنها شمال سوريا. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: لو كنتم تخشون التلفظ باسم الهوية التي تدعون تمثيلها، فماذا بإمكانكم فعله لهذه الهوية؟ فالسياسة الرجعية التي يمثلها هنا مظلوم عبدي تذكرنا بدور البكك وبيد وقاسد ويبكى إلى آخره للكرد. فالباكيكا لم تنطق بكلمة الأمة الكردية منذ سنوات، بل استخدمت كلمة الشعب مكانها، كما استخدمت مصطلح الأمة الديمقراطية والشعوب عوض شعب كردستان والأمة الكردية. فماذا تتأملون من حركة تستنكف أو تخشى من استخدام كلمة الأمة الكردية؟ وماذا تنتظرون منها؟ وكيف لها أن تكون حركة قومية ووطنية مخلصة؟ قطعا لن تكون. فمن يخشى ذكر اسم وطنه وشعبه وأرضه، كيف له أن يصبح ممثلا للكرد؟ ليس هذا محل قبول إطلاقا. فلو تأسستم باسم الكرد وترون أنفسكم ممثلين للكرد، ينبغي عليكم قبل كل شيء ألا تخشوا من الاعتراف بأنكم كرد وكردستانيون، وإلا فكيف ستحققون لأمتكم شيئا في حين تخشون الكشف عن هويتكم الوطنية؟ فمظلوم عبد قال في كلمته: ستكون هناك مقاومة عظيمة في وجه الدولة التركية. وقال أيضا: لن تكون هذه الحرب حرب قسد والكرد فقط، بل ستكون حربا شاملة لعموم سوريا، وسيشارك فيها كل من لا يريد أن تحتل أراضي سوريا. نعم، فكما يقال: صوت الطبل جميل من بعيد، فكل شيء يبدو جميلا عندما يسمع من بعيد وينظر إليه بحسب، غير أن الحقيقة مغايرة تماما. فالأراضي التي تحاول تركيا احتلالها ليست أراضي سوريا، بل أراضي كردستانية، وأن الدولة السورية غاصبة محتلة لكردستان سوريا كما الدولة التركية. فلو أردتم الحقيقة فعلا، فمظلوم عبدي سمى الحرب بالحرب السورية المقدسة ضد الاحتلال التركي، وهي تذكرنا بحرب الكرد في جناق قلعة ضد الإنجليز، والحرب المقدسة التي خاضوها ضد الروس في أرض روم، أي المقاومة المشتركة ضد المحتل الطغاة. هكذا وصفها عبدي، قالها بهذا الأسلوب وكأنه اكتشف شيئا جديدا، غير أن نموذج المقاومة هذا تم التجربة قبل أكثر من قرن دون أن يكتب له النجاح. فالكرد قاتلوا بجانب الأتراك، غير أن الأتراك بعدها قاموا بإبادتهم، وانتهت مقاومة الكرد ونضالهم 100 عام بهذه القصة المأساوية. وهل هناك أي ضمانات ألا تكرر الدولة السورية نفس المآسي تجاه الكرد؟ فهناك معلومات بوجود اتفاقيات أبرمت بين البكك والدولة السورية برعاية طهران وضمانتها، ولم يتم اطلاع الرأي العام الكردي على فحوى هذه العلاقات والمعاهدات، والتي أبرمت مؤخرا في دمشق، والتي عقدها مصطفى قرص وصبر أوك ورضا آلتون. وما تعلمناه نحن الكرد خلال 100 عام الأخيرة هو أنه لو لم تكن قوة دولية عظمى ضامنة، فلن ينتفع الكرد منها مثقال ذرة أبدا. في الحقيقة لم تخرج الدولة السورية يوما من روج أفا، فكانت المدن مثل قامشلو والحسكة تحت سيطرة النظام دوما، وأن النظام هو من يصرف رواتب المعلمين وعمال منشآت النفط والبلديات والنفوس والشرطة وعموم المؤسسات هناك لغاية الآن، وأن الدولة السورية التي قدمت وتمركزت على الحدود لا تعرف معنى لحقوق الكرد. ففي أشد الأوقات وأصعبها كان الوزراء السوريون يصرحون بأن حقوق الكرد تنحصر في قراءة دروس باللغة الكردية لساعتين في الأسبوع، وأن الدولة السورية لن تمنح الشعب الكردي أي حقوق أخرى بعد الآن سوى سماحها لقادة البكك بممارسة السياسة أو الدراسة أو غيرها من الأمور، وأنها لا ترى سوى هذه الحقوق غير السياسية مناسبة وملائمة للكرد.
توجد جبهة معادية للكرد في الشرق الأوسط، والخاصية الوحيدة المشتركة لهذه الجبهة والمؤلفة من سوريا والعراق وإيران وتركيا هي عدم قبول الإدارة الذاتية للكرد واستغلالهم. فعندما تهدد تركيا باجتياح روجافا واحتلاله فهي تهاجم بشكل طبيعي وجود الكرد، غير أن تركيا تمتلك مخططا ثنائيا، فهي ستحتل ما تتمكن من احتلاله من روجافا، فهي تدرك جيدا أنها غير قادرة على احتلال عموم المنطقة آنذاك، فستنتقل للخطط الثانية والبديلة والمتمثلة في بقاء تلك المناطق تحت السلطة المطلقة للدولة السورية. والحق أن تصريح مظلوم عبد عندما قال بأن الجيش السوري دخل كوباني ومنبج ما هو إلا نجاح للشق الثاني من المخطط التركي، فالمعنى أنه لا وجود لروجافا بعد الآن، بل هناك فقط شمال سوريا، أي أن تصريح عبد لم يكن ضد الاستعمار المحتل، وإنما كان إعلانا باختيار أحد المحتلين وتقبله دون الآخر. خلال حديثه أجاب مظلوم عبد إجابة سطحية ومتأخرة عن الأسئلة المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين الأطراف الكردية، فقال هناك أسباب وراء تعطيل الحوار، وسيستأنف متى ما انتفت هذه الأسباب، وستقوم هذه الأطراف بلقاءاتها ومفاوضاتها من جديد. غير أن قضية الوحدة الوطنية بين الكرد لا تكتفي بمثل هذه الإجابات السطحية البسيطة كونها معضلة أساسية رئيسية، ولن تتحقق الوحدة الكردية أبدا في روجافا. وهناك سببان لهذا: الأول أن سياسة الباكيكا لم تقتضي يوما تحقيق الوحدة الوطنية بين الكرد، وإنما كان بل غاية ما في الأمر أن الباكيكا تدعو للوحدة متى ما اقتضت حاجاتها لذلك، بينما هي في حقيقتها تنظيم معادي لوحدة الصف الكردي، وهي تمارس السياسة نفسها في روجافا. وما لقاءات الوحدة الكردية في روجافا سوى دعاية وشعار لتضليل الرأي العام العالمي والولايات المتحدة وغيرها من القوى التي فرضت هذه المفاوضات لتحقيق الوحدة بين الكرد. الثاني، الباكيكا لم تسيطر على روجافا من أجل تأسيس كيان كردي كردستاني، بل كانت خليفة إيران وسوريا فيها، وأن مصير هذا الاحتلال لروجافا ومنذ بدايته متروك لإيران وسوريا. فالباكيكا ومنذ عام 2013 عمقت من هوة الخلافات بين الكرد لإفشال مساعي الوحدة بين الكرد في روجافا، ولهذا السبب وحده أفشلت الباكيكا جميع الاتفاقيات التي أبرمت عام 2013 في أربيل والدهوك لتحقيق الوحدة الوطنية. عندما ننظر إلى المسألة من جميع الزوايا تظهر هذه النتيجة بوضوح، ويبرز موقف الباكيكا السلبي في روجافا ودورها البارز في إبعاد روجافا عن الإدارة الذاتية للكرد، وأن مصير روجافا الحالي يتأرجح في أطر حرب المصالح بين الاحتلال التركي والعودة لحضن سوريا المحتلة. نعم، هذه هي الحقيقة باختصار ومع الأسف الشديد.